اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، اجعل مصر بلد أمن وأمان. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان، رخاء سخاء وبلاد المسلمين. اللهم وفق قادتنا إلى ما تحبه وترضاه، وفق قادتنا إلى ما فيه صلاح للعباد والبلاد. اللهم أمن سائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.